في حادثة هي الأولى منذ انطلاق معركة ريف حماة الشمالي الشرقي ضد مواقع قوات النظام، تمكن مقاتلو جيش العزة التابع للجيش السوري الحر من إسقاط مروحية روسية بصاروخ مضاد للدروع أثناء تحليقها قرب بلدة زلين. وقال قيادي في جيش العزة أنهم تأكدوا من سقوط الطائرة وتحطمها بالكامل بين بلدتي خطاب وأرزا في ريف حماة الشمالي. هيئة تحرير الشام أعلنت قتل 10 عناصر لقوات النظام وإصابة العديد منهم أثناء محاولتهم التقدم إلى موقع تل الزعتر جنوب بلدة عطشان بريف حماة الشمالي، بالإضافة للاستيلاء على أسلحة متوسطة وذخائر. ارتكاب المجازر في ريفي حماة وإدلب لم يقتصر على قصف المدنيين الآمنين في منازلهم، بل تعداه إلى النازحين الهاربين من الحصار، حيث أفادت مصادر محلية بأن قوات النظام استهدفت بالمدفعية الثقيلة والشيلكة قوافل النازحين من منطقة وادي العذيب بريف حماة الشرقي أثناء خروجهم باتجاه ريف إدلب، ما أسفر عن استشهاد 60 مدنيا وإصابة العشرات. وردا على استهداف المدنيين في حماة وإدلب، قصف جيش العزة بالمدفعية وصواريخ الجراد تجمعات ميليشيات الدفاع الوطني وقوات النظام في مدن سلحب وسقيلبية ومحردة. وزارة الدفاع الروسية وفي محاولة لتبرير قصفها المدنيين أعلنت أن غاراتها على قرى وبلدات الشمال السوري أسفرت عن مقتل 5 قياديين في هيئة تحرير الشام، والذين وصفتهم بقادة الهجوم الأخير على مواقع الشرطة العسكرية الروسية شمال شرق حماة. فهل يكون بيان وزارة الدفاع الروسية بمثابة إعلان لوقف حملتها الجوية الأخيرة على أرياف حلب وحماة وإدلب؟